جبت هدايا ودباديب وحاجات بتطير. ايه يا ام سماح ويا ابو سماح، انا هبوظ لك الجوازه. السلام عليكم، انا جاي اسال ربنا حاجات كتير معايا. ماشي، بدل فكره اسماء كده. سماح بنت الحاج سعود اللي قاعده في الرابع، النهارده كانت بتتابع، كانت ماشيه معايا 4 سنين في الغردقه وفي المصاريف وليت وتناديه وحاجات تصير، وقالت لي عايزه عربيه. اهو وطول السنه يا جدعان، العربيه يا جدعان، العربيه. مش هسيبك يا سماح. ما القصه؟ الحكايه ان هذا الشاب اسمه مصطفى بخه نشر هذا الفيديو على صفحته على فيسبوك امس، وقال فيه الكلام الذي سمعناه منذ قليل، والذي يتلخص في أن مصطفى جهز سيارة بمكبرات صوت وجاء بها تحت بيت سماح التي نادى عليها منذ قليل، والتي يقول إنها كانت تحبه قبل أن يتقدم لها شخص آخر، وظل ينادي بأعلى صوته على سماح التي تسكن في الدور الرابع بأحد أحياء مدينة بورسعيد، وقال ما قاله في الفيديو مطالبا والد سماح بأن يرد له محبوبته وإلا سيقوم بفضحها. وفور نشر هذا الفيديو الذي انتشر كالنار في الهشيم ولاقى تفاعلا بين النشطاء، لكن أغلب التفاعلات كما نشاهد في هذه الصورة على الشاشة كانت غاضبة، وكذلك يعني نشاهد على الشاشة 34 ألف إنسان غاضب، تقريبا 6000 إنسان واحد بيضحك، والتفاعلات الأخرى جاءت قليلة ما بين لايك وغيره. طبعا هناك أناس أيضا في التعليقات استنكروا ما فعله هذا الشاب وغردوا قائلين، يقول هذا الحساب: بلغ للنائب العام قضية قصف محصنات، قضية سب علني، قضية تشهير، قضية تهديد بالفضيحة، مخالفة الآداب العامة. جاء أيضا أحد التعليقات على هذا على منشور مصطفى بخة: يا جماعة الفيديو ده مش هزار ولا ضحك، هو لما لقى الدنيا اتقلبت عليه خاف وقال هزار وجاب الراجل اللي بيقول أبو سماح، وهو ما كانش الراجل أصلا، التاني راجل كبير في السن، يا ريت تكملوا بلاغات عنه. أيضا جاء حساب آخر غرد ورد عليه أحمد رياض مسعد: كان مفروض شاب من أهل البيت ينزل يكسر عظامه ويقطع لسانه، ده عايز يتربى هو ومن معه. لكن يبدو أنه بعد انتشار القصة وحالة الإزعاج الكبيرة التي سببها هذا الفيديو، أحس بخة أنه ربما يعاقبه القانون على هذه الفعلة بتهمة التشهير بالآخرين، فخرج علينا بهذا الفيديو. يا جدعان أنا مصطفى بخة، الفيديو اللي نزل ده فيديو هزار كوميدي، أنا معرفش الدنيا هتتقلب عليا كده. طبعا انا والناس اللي كانت معايا كلهم معايا، كل الناس اللي كانت معايا ديت صحابي، المفروض اللي انا بعمل فيديوهات من زمان، وكان نفسي اعمل اللي انا امثله، والمفروض ده حته من فيلم، يعني انا كنت عايز اعمل فيلم اصلا قصير، بس ما حدش استنى عليا. بما انها كده انا بس حلو اقول كلمه بس، هو الموضوع ده هزار من اوله لاخره هزار، وكل الناس اللي والناس اللي في الشارع كلها بتمثل معايا، بدليل ما حدش نزل شتم او حتى عامل اي حاجه. يعني مفيش حد طبيعي يعمل كده، وانا مش بعمل كده، يعني انا مش عايز، ما عمليش انا في اللي انا افضح حد واكيد انا ما انصحش حد اللي يعمل كده. الفيديو فكره الفيديو اللي انا بعمل كده يعني بمنع الناس، لا الشباب ما تعملش كده في البنات، هو في رساله في الاخر بس ما حدش استنى عليا، ما حدش ادانا حقي. يعني قبل تسجيل هذا الفيديو قام مصطفى بالرد على المغردين وسبهم في التعليقات، واضاف في ذلك الفيديو نفسه، وسنشاهد المقطع بعد قليل، ان كل من شاركوا معه في الفيديو هم من أصحابه الممثلين بما فيهم والد بطلة القصة سماح. انت عندك بنت اسمها سماح؟ لا انا عندي عمر وابراهيم. والراجل ده حلاق، يعني هو اللي بيحلال، بس انت مبوظ شعري خلي بالك. ما عليك. وده تعالى اخ ابو عجله، بس كده مش شاب ده ابو عجله الجميل حبايبي اخواتي انتظرونا كل كتير. تعالى 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 تعالى، ده الملقبة يا جماعة أم سماح. بقول لكم إيه، بقول لكم إيه، هو بيهزر، هو ده حوار، ده عارف يعني عبدون، مفيش حاجة يا جدعان. تعالى 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 تعالى، ده العريس يا جدعان، أنا العريس، شفت العروسة؟ العروسة مش نافعة.
لكن أيضا هذا التبرير لم يقبل به الناس فهجموه مرة أخرى على السوشيال ميديا. مسج إيه اللي عايز توصلها بالتمثيلية الزبالة دي وبين الناس تشتمك وتدعي عليك؟ تعليق آخر من مي لو أنت فعلا مش كذاب وده كله كان هزار، إزاي الراجل اللي في الفيديو كان رفيع وفجأة في الفيديو ده تخن؟ وبعدين في فرق كبير ما بين ودن الراجل ده وودن الراجل التاني، وأرفق صورة لوالد سماح. هذه ميار. هبة تقول أنت كذاب. طبعا الأجهزة الأمنية ببورسعيد من جانبها قالت إنها تفحص الفيديو ومحتوى لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مرتكبي تلك الجريمة. هذه القصة وهذه المشاهد لم ينسجها مصطفى بخة من بنيات أفكاره، بل استوحاها من السينما المصرية التي جسدت نفس المشهد بنفس التفاصيل سنة 2015 في فيلم أولاد رزق الذي أنتجه طارق العريان وزوجته وقتها المطربة أصالة، ومثل فيه أحمد عز وعمر يوسف وأحمد الفيشاوي وأحمد داود. شد الانتباه وحصد المشاهدات والسعي للشهرة شاهدناها كثيرا في مصر والعالم، لا سيما بعد أن أصبح الفيس وتويتر واليوتيوب أساسي في مصر ويسعى الجميع للشهرة عن طريقه. ويذكرنا فيديو مصطفى بخة بفيديو وصور الفتاة سلمى الشيمي التي نشرت صورا لها بجوار هرم سقارة وهي ترتدي الزي الفرعوني بشكل خليع. هذا حدث قبل أيام، ما أدى في النهاية للقبض عليها، وبعدها بأيام تم الإفراج عنها بعد دفع كفالة مالية. والغريب في الموضوع أن التهمة لم تكن فعل عمل فاضح أو خادش للحياء، بل التصوير دون الحصول على تصريح من الجهات المنوط بها إصدار تراخيص التصوير. في نهاية تلك القصة لدينا سؤالين منطقيين. الأول، ما الذي يجعل الشباب يقومون بصناعة محتوى تافه أو غير مهذب؟ هل هو التطلع للشهرة وحلم النجومية حتى ولو كان ذلك على حساب سمعته أو سمعتها وسمعة الآخرين؟ أما السؤال الثاني، لماذا تترك الدولة هذه المحتويات تنتشر بهذه السرعة في الفضاء الإلكتروني ولا تقوم بتحجيمها من البداية، أو تسن قوانين رادعة لمعاقبة من يقوم أو تسول له نفسه القيام بتلك الأفعال؟ هذان سؤالان منطقيان ويحتاجان إلى رد واحد منطقي.